السلام عليكم، معكم مريم الساقي 22 سنة، طالبة في المعهد العالي للتجارة والتسيير. هذا العام عندي سنة ثانية إن شاء الله، وكاتبة هاوية. كنكتب الخواطر وقصص قصيرة وأحيانا الشعر. بون، اكتشفت الموهبة ديالي فاش كنت كنقرأ في الثانية إعدادي. كنت كنكتب الشعر وكنت كنكتب حتى الجزل بالعربية. بديت كنشارك الكتابة ديالي للأصدقاء ديالي، وشاركت مع واحد الأستاذ ديال لانفورماتيك. من بعد قال لي مريم راه الكتابات ديالك زوينين وخاصك غير تطوري منهم وتبقاي تكتبي. عجبني الحال، وكل مره كيسولني على الجديد، وهذا كان بحال تحفيز واحد الدفعه باش نزيد لقدام. ولكن مع الاسف انقطعت على الكتابه حتى طلعت ليسي، ما بقيتش كنكتب، شغلت بحوايج اخرين بالعمل الجمعوي، ما بقيتش كنهتم بالكتابه بزاف، ولكن كنت كنقرا. من بعد هضرت معي واحد الاستاذه ديال الفلسفه سميتها اسماء العمراني، اللي كنحيي من هذا المنبر، استاذه عظيمه. قالت لي يا مريم الاسلوب ديالك في الكتابه مختلف على الباقي ديال الطلبه، واش كنتي كتكتبي؟ قلت لها وي كنكتب، ولكن فاش كنت كنقرا في الاعدادي مي دابا لا. قالت لي غير وليت كتبي، راه عندك واحد الاسلوب جميل وتقدري تطوري منه. وفعلا هادشي اللي درت، بقيت كنكتب ولكن ما كنتش كنشارك الاصدقاء ديالي بالكتابات ديالي، كنت كنكتبهم في واحد الكتاب وكنخليهم عندي. واحد النهار كنت في جروب ديال ليكتور وكنشوف بعض الاصدقاء كينشروا تدوينات ديالهم. قلت بوكوا با، علاش انا ما نشرش تدوينات ديالي؟ بقيت كنشر. من بعد اكتشفت بلي عندي موهبه اخرى هي الالقاء، وليت كندير كنكتب خاطره وكنديرها بالالقاء ديالي. ومن هذا الشيء جاوا الناس بزاف كيشجعوني بالرسائل ديالهم، ولو عندي واحد الفئه من المتتبعين كيقولوا لي يا مريم تبارك الله الاسلوب ديالك زوين وكيعجبنا داك الشيء وكيعجبونا لي فيديو ديالك. من بعد مشيت في واحد المسار ديال الكوميديا الساخره في الطريقه ديال الكتابه ديالي، يعني كنكتب كنتاقد شي حوايج، كنكتب بواحد اسلوب كوميدي ساخر. من بعد لقيت الاستحسان ديال بعض المتتبعين اللي صراحه كيفرحوني بالرسائل ديالهم من خلال الكتابات ديالي ولي فيديو ديالي. ومن هذا المنبر كنشكرهم كاملين وكنقول لهم شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليا، ونتمنى نكون عند الحسن الظن ديالكم بما هو جديد ان شاء الله. وكنشكر الصحيفه 24 على هذا الباب اللي فتحت ليا باش نعرف براسي ويعرفوني الناس اكثر، وكنشكر جروب ليكتور اوسي، وكنشكر الوالدين ديالي والاصدقاء ديالي وكذلك المتتبعين ديالي مجددا.